أحبابي كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا لليوم كتير طيبة وشهية، أنا عني كتير كتير بحبها وبعشقها، وهي وصفة ورق العنب بالزيت، نوع من المقبلات كتير لذيذة وطيبة. رح نشوف الوصفة كيف بتنعمل، في مكونات سرية ما حدا خبركن عنها من قبل، تابعوا معي لآخر الفيديو لحتى تتعرفوا عليها. هون أنا حبيت أخذ كم لقطة من جنينتنا، رح أخذ النعنع فريش من الجنينة، وأيضا كمان ورق البصل. ما في أحلى من الخضرة الطازجة، بتعطي نكهة كتير كتير طيبة لأي أكل نحن عم نعملها. بتمنى أحبابي أنه تضلوا معي لآخر الفيديو لتتعرفوا على هالمكونات الخاصة وسر نجاح الوصفة وطيبتها. وياريت إذا ما اشتركتوا بالقناة تشتركوا وتحطوا لايك. أحبابي بالبداية رح عوز نعنع، تقريبا نص باقة نعنع، ورق البصل وبصل اليابس وبندورة، وهون أحبابي أنا مفرزة الحصرم بهذا الشكل، وكمان القرعون، ما يسمى بالقرعون أو المشمش قبل ما يستوي بيكون حامض كتير طيب، تزيدوا على هيدي الوصفة كتير كتير شهي وطعمته طيبة. بالبداية أحبابي أنا هون عندي باقة بقدونس فرمتها بهذا الشكل، وفرمت مع البصل الأخضر ناعم وأيضا النعنع. وهلأ أحبابي رح أغسلهم بشكل جيد، ورح أقطع البندورة ناعم. بعد ما قطعنا البندورة رح نضيفها ونضيف عليها البقدونس والبصل والنعنع وزيت الزيتون وعصير الليمون وملح حسب الرغبة. وهون عنا تقريبا كوبين من الرز المنقوع، وهي الإضافة المميزة حتفتكروها سماء بالبداية، بس هي منا سماء، هي توت الشامي المجفف. وهون عنا كمان نعنع مجفف. التوت الشامي أحبابي المجفف نحنا منقطفه بفصل الصيف قبل ما يحمر بشكل كامل، يكون لونه وردي، بيكون لونه وطعمه كتير كتير حامض من يبسه ومنطحنه. هون أحبابي أنا بالطنجرة حطيت بكعبة بطاطا بصل، فيكم تحطوا جزر بندورة، حطيت كمان القرعون والحصرم، وراح لف ورق العريش بهذا الشكل أو ورق العنب طبعا حسب الرغبة، فيكم تضيفوا أنواع خضار، بندورة، بصل، فليفلة، جزر، اللي بتحبوه فيكم تضيفوه، بحطوه بكعب الطنجرة بهذا الشكل مثل ما شفتوا بالفيديو. بهذا الشكل أحبابي رح أرجع أضيف على الوجه شوية حصرم أو حبات الحصرم اللي أنا مفرزتها. أحبابي أنا ضفت حبات القرعون بكعب الطنجرة لحتى هي بتكون قاسية طبيعة الحال، فأحسن تحصل على استواء بشكل أكبر. وهون كمان عم رش توت شامي على الوجه، حيعطيها طعمة مميزة، هو والحصرم هو الإضافتين، وإضافة القرعون كتير طيبة وطعمة مميزة. بدي نوه أحبابي لشي مهم، أنه أثناء طبيخ ورق العنب لازم تحطوا له تتقيلة فوق الورق بعد ما تغمروا الطنجرة بالماء أو الورق بالماء، تحطوا له تتقيلة أو وزن فوقه لحتى ما تفلش معكم الورقة. هذا الشي كتير ضروري وأساسي بطبيخ ورق العنب. بتمنى أحبابي إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتخبروني شو رأيكم بالتعليقات، وإن شاء الله ألف صحة وعافية.